بغداد وباقي المحافظات المنتفضة ضد الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية تعلن إضرابا عاما في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات وبعض المؤسسات الخاصة. حدة الإضراب العام زادت بعد أن دعت صفحات موالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمشاركة في العصيان من أجل الضغط على الفاسدين للرحيل. غدا سيكون إضراب عام في جميع الدوائر كافة عدا الصحة، إنها الفرصة الأخيرة. موطني محافظات جنوبية منها بابل وذيقار وميسان وواسط أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بالتزامن مع الدعوة لحالة العصيان المدني تضامنا مع المتظاهرين ومطالبهم بحسب بيانات نشرها المحافظون. وزارة التربية والتعليم من جانبها أكدت على استمرار الدوام الرسمي في كافة المدارس بالمحافظات التي لم تعلن عن تعطيل الدوام فيها، وحذرت من الغياب سواء للطلاب أو الموظفين. وفي بغداد دعا المتظاهرون للاعتصام قرب الجسور الرئيسية المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لا سيما بعد سيطرة المتظاهرين على أجزاء من جسر السنك. كما أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسمية يوم الاثنين القادم يوم الضجيج، وذلك لرغبتهم في استخدام أدوات موسيقية كوسيلة للاحتجاج.